بنصور افراح ابليس مع استاذ جمال سليمان واخراج استاذ احمد خالد امين، ده هيتعرض في اكتوبر اللي جاي. بعمل صعيدي خط من خطط الصعيد، حد شرير برضه يا مريان معلش. طب ايه اللي خلاك توقع عليه طالما حد شرير؟ انا بحب الادوار، بس دور الفيلن كل الفنانين بيحبوه، دور الشرير عموما اللي هو الفيلن هو ده بيبقى فيه مساحه من التمثيل كبيره. حتى لو عملته قبل كده، لانه الشر انواع، 3000 نوع من النماذج البشريه ممكن تلاقيهم اشرار بشكل مختلف، مفيش اتنين زي بعض. الجديد انه في الاخر في دايما من حظ الحلو انه الشخصيات اللي بلعبها في المرحله دي فيها مفاجآت في الاخر بتخلي الناس تحبها اكتر.